مشاهدينا، نحن الآن داخل جامعة الأزهر. اليوم المشهد من خلفنا مختلف، فحالة من الهدوء والاستقرار تعم أرجاء حرم الجامعة والمدينة الجامعية. معي الآن أستاذ دكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، لنستعرض معه آخر التطورات. دكتور أحمد، يعني بداية، حالة من الهدوء الآن داخل جامعة الأزهر لم نشهدها منذ فترة، ما سببها تحديدا؟ طبعا الحالة التي نعيشها الآن في هذا اليوم هي طبعا أكثر هدوءا وأكثر استقرارا من الأيام السابقة، وسبب في هذا طبعا أن طبعا إدارة الجامعة قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بإحكام السيطرة على عمليات الامتحانات في كليات المختلفة، ومن ثم فمر أكثر من 10 أيام الآن على عقد الامتحانات، فالأمور كل يوم بيزداد أكثر من اليوم الذي يسبقه في الاستقرار وانتظام عملية الامتحانات. ومن ثم طبعا هذا الاستقرار وليس طبعا خاص بقطاع القاهرة فقط، ولكنه طبعا بينطبق على القطاعات الثلاث، قطاع القاهرة وقطاع الوجه البحري وقطاع الوجه القبلي. ماذا عن حالة الامتحانات اليوم؟ أرى توافد الطلاب إلى قاعات الامتحانات والمدرجات في هدوء تام دون أي أحداث عنف أو أحداث اشتباكات أو اعتراضات من قبل بعض الطلاب. أصبحت هناك ثقة من الطلاب الملتزمين والمنضبطين للامتحانات. طبعا هناك ثقة كبيرة في أن إدارة الجامعة قامت بفرض سيطرتها على مجريات الأمور بالنسبة لعملية الامتحانات، ومن ثم أتى هذا بثماره على الطلاب المنتظمين والمنضبطين، وكما ترى الآن الطالب يسير في هدوء ويسير إلى لجنته في هدوء واطمئنان، ومن ثم فهذا هو ما يجب أن تكون عليه العمليات التعليمية، وهو ما يجب أن يكون عليه طبعا تكون عليه الجامعة. أرى القوات الأمنية منتشرة في أرجاء ساحة حرم الجامعة اليوم تقريبا عند كل كليات وأمام مدرجات الامتحانات، هل كان لابد من الاستعانة بوزارة الداخلية لتأمين جامعة الأزهر؟ نعم، نتيجة للظروف التي عاشتها جامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات الأخرى كان لابد من وجود هذه القوات، ولذلك أنا أتقدم لهم بخاص الشكر والتقدير على ما يبذلوه من جهد أو من جهود مضنية في سبيل استقرار وإتمام عمليات الامتحانات بجامعة الأزهر. ماذا عن حالة الظلم التي تتعرض لها عدد من الطلاب الذين لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يؤدون امتحاناتهم وسط هذه التخوفات والمشاغبات، وأيضا عدد من الطلاب المنتمين للإخوان المسلمين قاموا بتقطيع أوراق الأسئلة وإثارة البلبلة داخل قاعات الامتحانات؟ ماذا عن تلك الامتحانات؟ كيف سيتم تعويضهم أو كيف سيتم تقدم في عملية الامتحانات؟ بمشيئة الله لا يظلم طالب أو لا تظلم طالبة بمشيئة الله، ولكن احنا إدارة الجامعة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنسبة لليوم الأول، خاصة اليوم الأول الذي حدث فيه الهرج والمرج، فبنقوم بالتنسيق مع الكليات المعنية بعقد امتحانات لهؤلاء الطلاب أو الطلابات مرة أخرى بالنسبة لهؤلاء الطلاب الذين عندما تخلفوا لظروف قهرية خارجة عن إرادتهم، ومن ثم فإن طبعا إدارة الجامعة برئاسة الأستاذ دكتور أسامة العبد سوف تنسق مع هذه الكليات لعقد امتحانات لهؤلاء الطلاب الذين تخلفوا عن اليوم الأول لظروف قهرية. ماذا عن الطلاب المشاغبين الذين قاموا بتلك الأفعال وتم أعتقد إحالة البعض منهم للتحقيق على ما أعتقد؟ ماذا عن الإجراءات التي ستتخذ ضدهم؟ الطلاب المشاغبين طبعا لن تقام لهم امتحانات، وخلاص هم تخلفوا فيعتبروا هم راسبون في المادة الذين تخلفوا فيها. هل تم الفصل ما بين الطلاب المشاغبين؟ إدارة الجامعة قامت طبعا وإدارة الكليات وضحت لنا ما هو الطالب الملتزم والطالب المشاغب، فالطالب الملتزم وتغيب لابد يعقد له امتحان لظروف قهرية، أما الطالب الذي يريد أن يرفض الامتحانات وإضراب أو شيء من هذا القبيل ولم يدخل فهو راسب. كيف تم إعداد تلك الكشوف التي توضح أو تفرق ما بين الطالب المشاغب الذي شارك بالفعل في تلك التظاهرات أو تلك الاحتجاجات وبين الطالب الملتزم والذي لم يستطع القدوم لأداء امتحان؟ الكشوف طبعا هذا واضح لإدارة الجامعة لأن الطلاب الملتزمون كثر يعني كثيرين يعني، إنما بالنسبة للمشاغب فهو قليل، فهو معروف ومعلوم لدى إدارة الجامعة وإدارة الكلية. هل كانت هناك قرارات فصل لعدد من الطلاب فترة الأخيرة؟ نعم، هناك
قبل الأمس كان 25 طالب وبالأمس كان 39 طالباً. المدينة الجامعية شهدت أحداث عنف لم يسبق أعتقد لها مثيل في جامعة الأزهر في الفترة الأخيرة، كيف تم السيطرة عليها؟ هل أيضا باستخدام أو اللجوء لوزارة الداخلية وقواتها أم لا؟ نعم، استعنا أيضا بالداخلية لإحكام السيطرة، وسوف يتم إحكام السيطرة عليها عقب طبعا امتحانات نصف العام بمشيئة الله. هناك يكون شيء من التنسيق لكي تفتح المدينة بعد نصف العام يعني ثوب جديد بمشيئة الله. هذا المشهد تحديدا، مشهد الهادئ الذي نراه الآن، إلى متى سيستمر؟ بعض التخوفات من بعض المسيرات اليوم أو في عقب اليوم في يوم المسجد، إلى متى ستستمر؟ وهل سيتم التأكيد على أن هذا المشهد سيكون هو عنوان لجامعة الأزهر في الفترة القادمة أم لا؟ هذا هو ما يجب عليه أن يكون محراب العلم، محراب العلم ومحراب الجامعة يجب أن يكون هكذا. الصورة التي تراها الآن هو ما يجب أن يكون عليه الآن. أما ما يحدث خارج هذا النظام فهو يعتبر أمر استثنائي، والاستثناء لا يمكن أن يستمر، فلابد أن يزول في يوم من الأيام. التحصيل العلمي هذا الفصل تحديدا من العام الدراسي لم يكن بالقدر الكافي أو المتوقع، هل هذا صحيح أم تم؟ نعم، كان هناك نوع من الاضطرابات، ولكن لا، هي طبعا لها تأثير، ولكن لم يكن التأثير الفعلي على عملية المحاضرات، فالمحاضرات كانت مستمرة ومنتظمة والحمد لله.